الحقيقة إذا كان هناك موضوع هنتكلم عنه هو موضوع جمهور النادي الأهلي. موضوعنا النهاردة وطوال الوقت هو جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي يستحق كل التحية وكل الثناء وكل شيء جيد وكل شيء جميل في مباراة أمس. مش في مباراة أمس بس، ولكن منذ إنشاء النادي الأهلي وحتى الآن، لو كان في إذاعات سنة 1907 كانت هتتكلم أيضا عن جمهور النادي الأهلي. ولكن امبارح تحديدا، أو خلوني أتكلم مع حضراتكم على امبارح. امبارح منتهى السعادة اللي في الدنيا الحقيقة لما الواحد بيشوف جمهور عظيم، جمهور واقف مع فريقه من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة، ما عندوش أي مشكلة، متعادل هيفضل وراك، لا قدر الله مغلوب هيفضل وراك، نهاية المباراة هيفضل وراك طالما عندك فرصة تانية إن شاء الله ربنا يكرمك. وبالتالي حضراتكم شفتوا الفارق الكبير ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. بالمناسبة النادي الأهلي لم يكن سيئا في الشوط الأول، ولكن النادي الأهلي كان بيؤدي بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني الحقيقة مع هتافات الجمهور ومع تشجيع الجمهور الأمور اختلفت تماما تماما تماما. حاجة جميلة جدا، وحاجة يعني أنا النهاردة ماشي فخور في الشارع، ماشي لأنه كل ما حد يكلمني يقول لي ده شكل جمهور النادي الأهلي في مباراة أمس. كل ما حد يشوفني ويكلمني يقول لي يا كابتن يعني أنت شفت الجمهور امبارح؟ أقول لهم طبعا، هو يعني ده أحلى حاجة في الدنيا امبارح، أو أحلى ما حدث امبارح هو جمهور النادي الأهلي. وكل ما حدث قبل بداية المباراة وبعد انتهاء المباراة إن دل فيدل إن عند حضرتك جمهور عظيم جدا جدا جدا. وقد ايه ببقى مبسوط، قد ايه الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيلاقي هذا الالتزام وهذا الكلام، الالتزام الرائع الحقيقه من جمهور النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بيشجعوا، في نفس الوقت واقفين مع فريقهم، وفي نفس الوقت ما بيدوش ظهرهم لفريقهم، في نفس الوقت بيعملوا كل حاجه هم عايزينها، او كل حاجه بيعملوا كل حاجه الفريق عايزها علشان يحاولوا يخلوهم افضل وافضل وافضل. فعشان كده النهارده بالنسبه لي يوم جميل جدا طول النهار الحقيقه. النهارده وانا ماشي كل ما حد يشوفني يكلمني يقول لي شفت جمهور النادي الاهلي؟ شفت احنا بنعمل ايه؟ طبعا في مجموعه من الناس اللي قابلتني او من مشجعي النادي الاهلي اللي قابلوني اللي راحوا الاستاد، وقد ايه كانوا مبسوطين وفرحانين بشكل والتنظيم والتعاون الواضح جدا ما بين شركة الأمن الخاصة من الاتحاد الأفريقي بتأمين المباريات، وأيضا وزارة الداخلية الحقيقة متمثلة في مديرية أمن القاهرة، والتعاون الملحوظ ما بين كل أفراد الأمن والحقيقة جمهور النادي الأهلي. اتصلت بناس كتيرة جدا علشان أعرف إيه الأخبار. كل الناس مبسوطة، سواء من هنا أو من هنا أو من هنا، من كل الجهات المعنية بتنظيم المباراة. الكل الحقيقة مبسوط وسعيد بما حدث أمس من هذا الشكل الرائع من جمهور النادي الأهلي. حاجة محترمة جدا، هو ده اللي احنا عايزينه. أتمنى إن شاء الله في المباريات القادمة، احنا إن شاء الله عندنا يوم السبت القادم مباراة العودة في بريتوريا زي ما انتم عارفين بعد قليل، يعني الساعة 11 ونص طائرة الفريق حتطير ان شاء الله الى جوهانسبرج، وبعد كده هياخدوا اتوبيس تاني لبريتوريا، والكابتن خطيب هيكون رئيسا لبعثة النادي الاهلي في هذه المباراة.